وللمزيد ينضم إلينا هاتفيا من تونس الدكتور منذر ثابت، الكاتب والمحلل السياسي. بعد التحية دكتور منذر، يعني برأيك هل هنالك رابط ما بين العملية الاستباقية التي تمت اليوم بولاية القصرين وبين بدء الحملات الدعائية لمرشحي الانتخابات الرئاسية؟ أعتقد أن هذا تأويل يعني ضعيف في مداعماته، خاصة إذا ما اعتبرنا أن المتضرر رقم واحد من هذه العملية هو التيار الإسلامي، التيار الإسلامي بكل مكوناته وأطيافه. لكن بالطبع أعتبر أن هذه العملية ليست حالة استثنائية، وإنما هي فقط ترجمة لوضع من التوتر الإقليمي الذي تواجهه الجزائر، وكذلك الأوضاع في ليبيا. تونس تواجه الإرهاب منذ 2011 بصفة خاصة، هذا اقترن بالربيع التونسي أو ما صلح على تسميته بالربيع التونسي. لكن في كل حالات لابد من أن نشير ونؤكد على أن العملية الانتخابية، الحملة الانتخابية هذه المرة تأتي في أجواء من الاحتقان، ارتفاع منسوب الاحتقان، جرى قطيعة بين الطبقة السياسية التي تمثل حركة النهضة، مركزها أو مركز الثقالة فيها، وبين الشارع الذي يجد نفسه في مواجهة استحقاقات اجتماعية ومادية يعني أساسية في علاقة بالبطالة، في علاقة بالتنمية الجهوية، في علاقة بالتدين، في علاقة بانسداد أفق بعض المشاريع الصغرى والمتوسطة بالنسبة للشباب. أوضاع تلقي بظلالها على الحملة الانتخابية، وبكل تأكيد تجعل من أفق التصويت أفق عقاب إن صح التعبير. هذه القطيعة برزت أيضا من خلال محاولة الطبقة السائدة اختزال الترشحات في وجوه كلاسيكية، وجوه جربها الشارع التونسي، هم من تقلبوا في المناصب الرسمية منذ 2011. وفي تغييب واضح لنبيل القروي الذي يتصدر الآن، يعني ما يسمى مقاييس الشعبية في الشارع عن كل عمليات صبر الآراء تؤكد أن الرجل يتقدم بأشواط يعني ما لا يقل عن 10 نقاط، ما لا يقل عن 10 نقاط عن ملاحقه المباشر وهو الدكتور قيس سعيد. إذا ثمة ظاهرة أنتجها الشارع، هذه الظاهرة يمكن أن تصنف كموقف عقابي يتخذه الشارع من الطبقة السياسية مقابل الوجوه الكلاسيكية التي تدور في مجملها حول محور مركزه حركة النهضة. ليس من المصادفة أن نجد أن النهضة دفعت من خلال التزكيات البرلمانية بأكثر من مرشح إلى جانب عبد الفتاح مورو، دفعت كذلك بلياس الصخفاخ. يعني أن النهضة في آخر الأمر تسعى إلى تأمين مواقعها، وكما أعلن ذلك رجل غنوشي خلال نهاية هذا الأسبوع بأن النهضة دكتور منذر يعني إلى نيل الرئاسات الثلاثة. نعم، نحن نشكرك على كل هذه التفاصيل والمعلومات. الدكتور منذر ثابت، الكاتب والمحلل السياسي، كنت معنا من تونس، شكرا جزيلا لك.